وأعظم هؤلاء الملائكة هو جبريل عليه الصلاة والسلام، هو أفضلهم. قال تعالى عن مطاع ثم أمين، قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فمن صفاته الأمانة، ومن صفاته أنه مطاع عند الملائكة، لم يقل مطيع وإنما قال مطاع، وذلك لأن الملائكة تطيعه وله قدر وشأن. ولذا كما سيأتي في هذا الحديث الملائكة تسأل جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، وهذا يدل على أمانته.